يا جايز كيفكم؟ احكي لكم معلومة غريبة، بتعرفوا قديش صار لي مش حاكي عن عائلة بيوتي؟ حطوا رقم 6 شهور، نعم 6 شهور، وما بعرف كيف هيك صار جد مش فاهم، بس 6 شهور، خلال 6 شهور هاي كنت بس هيك براقب المحتوى من بعيد اوكي؟ واللي لاحظته خلال فترة المراقبة هاي انه في كثير من فيديوهات نارين بحس حالي غبي وانا بحضرها، جد بحس حالي غبي، كملوا معي وحتفهموا ليش. اوكي فكنت بتصفح بالترند اليوم، طلع لي هذا الفيديو، فتحت اخطر صندوق عشوائي ببيتي، وبصورة العرض البنت واضح كثير انها مرعوبة، انه خايفة، شو بخطر لك لما احكي لك صندوق خطير اجى على باب يوتيوبر، وصلوا قنبلة، صح؟ اوكي خليني اورجيكم الفيديو. مستوحى من قصة حقيقية، في رعب، في اشي بخوف راح يصير، يعني اقل اشي بتوقعه يكون في قنبلة جوا انا ليش مصري يوصلها قنبلة؟ البنت حرام ما عملت اشي، بس انه صندوق خطير، شو بده يكون فيه؟ اوكي لا عادي لا ما في اشي عادي لهلا يعني نو وصلها صندوق عليه جماجم مكتوب عليه بالدم اول حرف من اسمها اكيد حتدخله على البيت يعني عيب ما تدخل الضيف على البيت يا ترى شو راح يكون فيه عندنا اكثر صندوق عشوائي بخوف للي جهزوا لي هذا الصندوق اوكي فمعلومة مسلية عن فيديوهات الصناديق العشوائية تاعت نارين عشان هاد مش اشي بصير مرة واحدة هاد اشي متكرر وصلني صندوق عشوائي على بيتي وركزوا على صور العرض اوكي خايفة وصلني صندوق رومانسي من يوتيوبر مشهور كمان خايفة وصلني صندوق رمضاني غامض على بيتي صندوق رمضان عشوائي كمان خايفة وصلني هاد الصندوق الغريب على بيتي كمان خايفة اوه مثلا نشوف هذا الفيديو مثلا فاللي بصير انه نارين بتدفع لواحد من اخوانها مثلا او واحدة من صاحباتها يعملوا صندوق عشوائي وفجؤوها فيه انه تخيل مثلا اجيك هلا مثلا احكي لك خد هاي فلوس فاجئني بكرة اوكي هيك معكم لاول مرة صراحة اتوقع هاد اول صندوق عشوائي بنعمله بيطلع بهال يعني عايش الدور صندوق نفسه عايش الدور البنت قد ما عملت فيديوهات صناديق عشوائية صار عندها خبرة بالصناديق العشوائية خلاص يعني صراحة مقارنة باخر 20 مرة هاد اكثر صندوق عشوائي منضبطه ابدعته هاي المره تفاصيل كثير حلوه البنت صارت عامله الفيديو 20 مره مش منطق 20 صندوق عشوائي وكل مره بتتفاجئ بالشغلات اللي بتطلع بالصندوق العشوائي يعني شو هاي يعني مثلا بهذا الفيديو طلع لها خزنه بالصندوق العشوائي وتفاجأت وات عفوا بس بهذا الفيديو كمان طلع لها خزنة كمان مرة وتفاجأت نفس التفاجؤ يعني اسمعوا بحس مخي حبة دونات وانا بحضر المهم نكمل اخطر صندوق عشوائي اوكي اهم شيء انه الصندوق صح من برا اسود بس من جوا ابيض شو يعني ما تحكموا على الاشياء من مظاهر يعني حقا الحكمة ظلت المؤمن يعني ممكن تشوف انه الصندوق اسود من برا بس ممكن يكون ابيض من جوا هذا ريموت مثلا اسود بس ممكن يكون ابيض من جوا لا تحكم على الريموت عشان هو اسود اوكي ولا الميكروفون هذا اسود بس قلبه ابيض واو اوه هاي سكين كير هاي بتشفط المسامات والشغلات مستحيل وصلها منتج عناية بشرة باخطر صندوق عشوائي موجود على اليوتيوب منتج عناية بشرة تخيلوا اوه هاي سكين كير منتج عناية بشرة اخطر صندوق عشوائي اخطر حبة دونت اوكي اوه عرفت هاي شو؟ قشارة بطاطا فهموني كيف حدا بتفاجئ هالقد لما يطلع له قشارة بطاطا كيف؟ لا كيف حدا بتفاجئ هالقد؟ ما الموضوع ما بدخل مخي صراحة الموضوع ما بدخل مخي اوكي اكثر اشي ممل على وجه الارض انه يعني بطاطا خضار ما له ملامح بالمرة هيك اكثر خضار ممل بعدين القشارة تبعته اذكركم كمان مرة اخطر صندوق عشوائي الشيء الحلو بصندوق اليوم هو انه فيه كتير شغلات بتختلف عن بعض لانه عشانه صندوق عشوائي فيه شغلات بتختلف عن بعض عشان معنى كلمة عشوائي انه العشوائية شغلات ما دخلها ببعض ممكن يعني ما بعرف ممكن بس هيك احتمال واو راديو كاميرا لا ايه نارين انت يوتيوبر في مايك بوجهك كل يوم لا حرفيا بتستعملي مايكروفون كل يوم
من حياتك عشانك يوتيوبر وبتصوره، فمتعودة تستعمل الميكروفونات. كيف بتتفاجئ هالقد؟ كيف؟ كيف؟ ميكروفون، هيو هيو ميكروفون. لو حد بيشتغل بقالة اجا ميكروفون تفاجئ، اوكي انا ما عندي مشكلة، اوكي تفاجئ، بس يوتيوبر يطلع لها ميكروفون تتفاجئ كيف؟ بس يعني بالاخير عم تعمل فيديو يوتيوب فاكيد حتعمل رياكشنات، بس انه شوي يكون الرياكشنات منطقية يعني شوي. المهم يا سيدي ليس نشوف قناة نارين، ففي فيديو تحدي غير لون شعرك حسب حظك، الوان حقيقية بين قوسين، عائلة البيوتي كلها بتصبغ شعرها بهذا الفيديو، هو اشي تقريبا يومي بالنسبة لهم، مش عارف كيف هالقد بغيروا لون شعرهم، بس يعني خلينا نشوف. قبل ما تكملوا الفيديو بس اعملوا لي فولو على الانستغرام، عشان هذا الاسبوع راح يكون في فعاليات نار على الانستغرام. ما تقول شو؟ اوكي، فالفكرة من الفيديو شو؟ انه كل فرد من عائلة البيوتي بيجي صندوق، فجوا الصندوق هذا في لون شعر، بيعطيه للكوافير وهو بشوف اللون بس وهي بتتفاجأ فيه اخر الفيديو. اوكي، هلا سيبكم من كل هذا. حنحكي عن شعره. الزلمة هذا تخصصه الشعر، يعني هو وظيفته اليومية يتعامل مع شعر، بس يعني مش لاقي الوصف. شو حكى للحلاق الزلمة هذا عشان يعمل له هيك؟ ايش حكى؟ جد بدي افهم. الكناري هذا اصفر الاخضر. واصف يلا يلا. اوكي، لربنا الله الفكره شوي مبتكره، انه ما حد عملها انه عيله كامله كلها تصبغ شعرها بفيديو، بس شفتهم هم بتفاجئوا. ازرق. لا عندك شعر سدر احلى شيء. ازرق بس سدر شوي. ام السوس الساعة تعرف كنت شعر ازرق. اوكي، الفكرة انهم بتفاجئوا من شعرهم بعد ما يصبغوه عشان هم ما بكونوا عارفين اللون، صح؟ بس الغرفة اللي قاعدين فيها كلها شبابيك والدنيا ليل وبتعكس كل شيء، شاشة تاعت الكاميرا اللي بصوروا فيها محطوطة عليهم، فكل حدا شايف شعره من اول. يعني الفيديو عبارة عن 13 دقيقة مبنية على الرياكشنات تبعتهم من شعرهم، بس هم شايفين شعرهم طول الوقت، والناس بالتعليقات لاحظوا هذا الاشي. كل شيء ببين لان الدنيا ليل والشباك صاير مثل المراية. احلى شيء مسوين روحهم انهم مش شايفين الوان شعرهم والشباك اللي وراهم شنو وضعه. الشباك ايش وضعه؟ الشباك عاكس، يا لطيف الكذب والتمثيل والشباك. فكرة كانوا عم يشوفوا لون شعرهم من مراية الشباك، الحين تأكدت انه مقاطعكم تمثيل جد؟ هلا؟ انه اسمع، انا مش ضد التمثيل، اوكي، انه بالاخير الهدف من الفيديوهات انك تسلي المشاهد، فانه في تمثيل ما في تمثيل مش فارقه صراحه، هذا الفيديو مسلي، بس اذا حتعمل فيديو تمثيل حاول تتقن الموضوع عشان المشاهد ما يحس حاله شوال رز بحضر، يكون تمثيل كويس، مش يكون الغرفه كلها حواليكم مرايات وتتفاجئوا من شعركم بالاخير. اوكي، بحس الموضوع هيك انه هاي خط، اوكي هذا، اوكي هون تمثيل، هون بصير استغبال للمشاهد، عرفت انه هذا الخط، اوكي انه مثل بس لا تحسس المشاهد انه غبي. طيب اوكي، عنا هذا الترند من اول يوم شفته فيه جد صفنت. اوكي، شو المبدا من هاي الفيديوهات؟ تحدي اكثر واحد بيزيد وزنه. انه بتعرف كيف مبدا الاكل بيشتغل؟ انه مثلا انا شربت مي هلا، فوزن نتفه المي هاي صار بجسمي عشان الاكل دخل على جسمي. بوف، هاد هو بس هيك. مش واقعي انه اليوتيوبرز قاعدين بتفاجئوا من كيف الاكل بيشتغل. انه هاي الشغلة بتيجي بالفطرة، انك لما تاكل حيزيد وزنك. احضروا معي، احضروا معي. اوكي، وزن شيرا 64 كيلو جرام. 60 كيلو جرام مخ، الباقي يعني دهون. اوكي، فهلا بداية الفيديو كلهم بتوزنوا عشان يسجلوا وزنهم قبل الاكل وبعد الاكل، عشان لما يدخل اكل جوا جسمك بحط وزن جوا جسمك. تخيل. اوكي، وزن شيرا 64. ليش رجلين شيرو مغبش عليهم؟ ليش 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 مغبش على رجليك؟ يعني اسمح لي انتقدك على هاي الشغله، يعني انت رجل لابس شورت، انت حلوه مكشوفه، بعدين تغطي اصابع رجليك. يعني هي واحدة من الذكريات اللي بتضل معي. اوكي، كنت اعملها لما اغيب من المدرسة وانا بالروضة. اوكي، كنت احيانا اقيس وزني قبل ما اخطب بعد ما اخطب عشان اشوف قديش كان وزن الخطب. بس ما كنت اصور هاي الفعاليات على اليوتيوب، ما كنت احس انها بتستاهل يوتيوب، وكنت بروضة. يعني اسمع، جد اسف على التشبيه، بس جد حرفيا نفس الشيء نفس الشيء. انا بقرة.
المهم فبتطلع نارين الفائزة عشان أكثر واحدة زاد وزنها. أوكي خلينا نشوف السبب ليش شيرين عملت هذا الفيديو. إيش السبب وراء الموضوع؟ نحن ضعاف لأنه هذا الشيء أعتقد بالعائلة هو وراثة. فاليوم عم أثبت لكم هذا الشيء إنه نحن رح نحاول بس ما حنسمع. أوكي فهي عملت هذا الفيديو عشان تثبت للناس إنهم هم ما بنصحوا. هلا نطلع على الموضوع من منظور علمي. هاي وزنها 500 جرام. أوكي. نحكي شربتها كلها. هلا سواء انا بنصح بسرعه او ما بنصح بسرعه، انا دخلت 500 جرام على جسمي، فاذا ما طلعوا حيكونوا جوا جسمي صح. هلا فشيرين حكت انه الفيديو عشان تثبت انهم ما بنصحوا، ففبتلع بحاول اوصله انه الفيديو كله مبني على فكره انه هذا الوزن حيصير جوا هون فقط هيك. اوكي اليوتيوبرز بس يدركوا انه بس تاكل كيلو حيصير في كيلو هون. ما بعرف انتوا احكوا لي رايكم الفيديوهات اللي شفتوها اليوم، ما حسيتوا انه شوي في استغباء؟ بالاخير كل الحب لعائلة بيوتي، يعني التمثيل شوي بده تحسين بس بضلوا ما احسن من 90% من الناس اللي على اليوتيوب. ما بحكي عنهم كثير عشان ما عم بيعملوا اشي غلط، يعني حتى هذا الفيديو يعني بالاخير نص اليوتيوبرز قاعدين بيعملوا نفس هاي الشغله بس شفتها بتضحك. اوكي فبس والله هذا كان الفيديو لليوم. سي يو جايز.